اهلا بيكم من جديد. النهاردة معانا فيديو مميز جدا كالعادة، عشان هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات اللي هتساعدكم على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدكم على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما. وطبعا هنشوف في الفيديو ده اكتر من اداة منزلية حديثة هتشوفوها معايا لاول مرة. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم. وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده بقى معانا الدولاب المنظم ده، وهو عبارة عن دولابين صغيرين كده تقدري تثبتيه عندك في الحمام وتستخدميه في تنظيم الشامبوهات والكريمات بتاعتك. وبعد كده عندنا المنظم ده، ده منظم للتسالي على شكل وردة، بيجي متقسم كده لكذا خانة تقدر ان انت تنظمي بيه المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات. وبعد كده معانا حصيرة السيليكون، ودي بتبقى مخصصة للعجن، تقدر انك تعجني عليها العجين وتفرديه وتقطعيه بكل سهولة. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها تحت الكنب او تحت الترابيزة، بتبقى سهلة جدا ومرنة جدا في الاستخدام. وهنا بقى عندنا اداة التقطيع دي، بتساعدك على تقطيع البيض بعد سلقه على شكل مثلث او شكل مدور. وبعد كده معانا منظم البيض ده، ده بيجي عبارة عن 3 أرفف، ومستو انه مش بياخد مكان وبيشيل كمية كبيرة من البيض، حوالي تقريبا 30 بيضة، وتقدري انك تحطيه في التلاجة او برا التلاجة. وبعد كده هنشوف مع بعض ممسحة الارضيات دي، واللي بيجي معاها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه المية او اي سائل تنظيف انت حابة تستخدميه، وبعد كده بضغطة واحدة تقدري انك تنظفي وتلمعي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت. تعالي بقى شوفي معايا منظم البوكليات ده، المنظم ده متقسم ل6 خانات تقدري ان انت تنظمي بيه 6 انواع من البقوليات او الرز او السكر او الدقيق. واهم حاجة في المنظم ده انه بيجي معاه اداة معيارية، درج بيساعدك ان انت تعيري بيه الكمية اللي انت محتاجاها. كمان معانا اداة تثبيت وحوامل، تقدري تثبتيها عندك في الحمام او في المطبخ وتثبتي عليها العصيان زي الممسحة او المقشة ومختلف لوازم التنظيف. وبعد كده هنشوف مع بعض القشاطة اللي بتساعدك انك تنظفي وتلمي المية بسرعة كبيرة جدا من على الرخام او المرايات، وهي بتبقى مصنوعة من السيليكون. وبعد كده عندنا منظمات التوابل دي، تقدري ان انت تنظمي بيها الملح والفلفل او انواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك، وبيجي معاها معلقة بتساعدك تعايري بيها الكمية اللي انت عاوزاها من البرطمان. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض منظم الزيت ده، تقدري تنظمي بيه الزيوت اللي عندك وتثبتيها عندك على رخامة المطبخ. وبعد كده معانا الاداة دي، تقدر ان انتي تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتستخدمي عليها ادوات ولوازم التنظيف، وكمان تعلقي عليها فوطة المطبخ بتاعتك، وطبعا بيبقى متوفر منها كذا لون. تعالي بقى شوفي معايا، هنا معانا مصفى، تقدر ان انتي تثبتيها عندك على الحوض وتصفي عليها بواقي الاكل اللي انتي مش محتاجاها.
وكمان تقدري تعلقي عليها لوازم التنظيف اللي عندك. وهنا بقى هنشوف مع بعض منظم الأحذية ده. المنظم ده تقدري انك تثبتيه عندك في مدخل البيت او جوه البيت عندك في الممر، طبعا ما فيش اي بيت يقدر يستغنى عنه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة دي، وهي بتشيل كمية اكبر من الهدوم، تقدري ان انتي تنظمي عليها مختلف انواع الطرح اللي بتكون عندك، او الكرافتات او التيشيرتات او الملابس الداخلية. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى بالفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك، وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده عندنا الغسالة الحديثة دي، تقدري ان انتي تستخدميها في غسل مختلف انواع الهدوم، وطبعا تقدري ان انتي تفرديها وتلميها، يعني مش بتاخد مكان عندك في البيت خالص. وهنا بقى معانا الرول اللي تقدري تثبتيه عندك على الاحواض او كرسي الحمام، وطبعا بيكون متوفر باشكال والوان مختلفة. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم جميل جدا، تقدري ان انتي تنظمي بيه كل ادواتك الشخصية اللي انتي محتاجاها، مثلا زي مشط الشعر او فرشة الاسنان ومعجون الاسنان او اي كريمات انتي بتستخدميها. وبعد كده هنشوف مع بعض هنا عندنا منظم تقدري ان انتي تثبتيه فوق كرسي الحمام، وتثبتي عليه المناديل والصابون والشاور او اي حاجة انتي عاوزاها. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تشكلي بيها عجينة المكرونة، وبيجي معاها كذا شكل تقدري ان انتي تبدلي فيه على حسب الشكل اللي انتي عاوزة تعمليه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، وهي بتكون عبارة عن بلاستيك تقدري ان انتي تثبتيها عندك على رقمة المطبخ وتنظمي عليها غطيان الحلل والمعالق اللي بتستخدميها وانتي بتطبخي، وطبعا بتساعدك على نظافة الرخامة وترتيب المطبخ. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الإزازة اللي تقدري تتحكمي بالحجم بتاعها، وطبعا بتكون مناسبة جدا للخروجات او المدارس او الشغل. وبعد كده معانا صندوق تنظيم التوابل ده، طبعا تقدري تنظمي فيه 4 انواع توابل اذا كان توابل صحيحة او بودر. هنا بقى عندنا اداة التثبيت اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار في الحمام او في المطبخ، وتقدري ان انتي تثبتي عليه الصابون او الشامبو او الشاور. بعد كده عندنا الاداة دي، وهي بتكون مخصصة لتقشير اللب والمكسرات. بعد كده عندنا المعلقة اللي تقدري توزني بيها المكونات اللي عندك، بتنفعك جدا خصوصا لو انتي بتعملي اكلة بالجرامات، وكمان بيجي معاها كذا قطعة تقدري ان انتي توزني بيها السوائل او البقوليات. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة السيليكون دي اللي تقدري تستخدميها في مسك الغطيان والحلل السخنة، وكمان تقدري تستخدميها في فتح البرطمانات والازايز اللي بيكون صعب عليكي فتحها، وهي بيكون ليها كذا استخدام هنشوفهم مع بعض من خلال الفيديو. بعد كده عندنا هنا الأداة اللي بتساعدك على لف ورق العنب او ورق الكرومب او السوشي، وطبعا استخدامها بيكون سهل وبتنجز معاكي في الوقت جدا. وبعد كده هنا عندنا أداة التنظيف دي اللي تقدري تنظفي بها الكوبايات او ادوات المطبخ الغويطة، وهي بيبقى معاها جزء مخصص تقدري تنظفي بيه الاماكن اللي بيبقى صعب عليكي تنظفيها زي الغطيان ومختلف الادوات اللي بتكون عندك. وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للهدوم،
وهو بيبقى مصنوع من القماش، وطبعا تقدري تنظمي بيه القمصان او البناطيل او التيشيرتات، وطبعا بيساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انتي تقدري تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. طبعا انت اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.